تم تكليفنا بأمر وزاري من جهاز الإشراف بمتابعة الامتحان التقويمي في الجامعات الأهلية في محافظة النجف الأشرف، وتمت وضع آلية لمراقبة ومتابعة الامتحانات التقويمية في هذه الجامعات، والآن نقوم بزيارة لهذه الجامعات الأهلية، واليوم تشرفنا بزيارة جامعة الكفيل، وتم لقاء مع الكادر المتقدم في إدارة الجامعة الممثل بالسيد المساعد العلمي لجامعة الكفيل، وكذلك عمداء وتدريسي وموظفي هذه الجامعة العريقة. تم الاطلاع على جميع مفاصل الامتحانات بشكل عام والامتحان التقويمي بشكل خاص. تم الاطلاع على اللجان المركزية وتجميع الدفاتر وسحب الدفاتر، وأيضا آلية الامتحان والقاعات وما تتوفر في القاعات من إمكانيات، وأيضا كذلك كان هنالك لدينا جولة ونظرة على كاميرات المراقبة وكيفية الضمانات المتوفرة في الجامعة لتوفير امتحان ضمن المواصفات المطلوبة. وحقيقة لا أقول تفاجأنا، وإنما عودتنا جامعة الكفيل أن تكون دائما إجراءاتها متميزة جدا وضمن معايير الشفافية العالية جدا، وكان هنالك نظام متكامل لإدارة الامتحانات وضمان سير الامتحانات بشكل طبيعي وجيد وعادل، ولم تحصل أو لم توجد هنالك أي خروقات في هذا الامتحان. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.